السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في الديرنيير مينيت ديال تيغان ديال دياب في الرينيو ان في الويتيام كورس. الكورس غتكون مع الخمسه بتوقيت المغرب في البروميير بروف ريفيرونس ديال 21 50000 اورو 1800 متر. بالنسبه للاخوان اللي توكار اللي كنختاريناهم البارح، قلنا 6 و 3 و 10 و 14، بما ان 3 فافوري يعني هربات وجيني كورس عاود جاي خاسر 3 ديال اللي كانتيات اولا جوج ديال الكانتيات، نو بلاسي غادي يمشي فافوري بيير شيريغن معروف. دونك الاخوان 3 غيكون في لاباز، كريستيان ديميرو غيكون في لاباز 3. شكون اللي غادي ينافسوا الاخوان في الباريتير في 13؟ يعني 3 13 راه فيها واحد، 3 13 راه فيها عودة الاخوان، اعتقد 3 هذا كاعتقاد وصافي. 3 هو اللي ممكن يضرب، لان 3 كات 58 كيلو خص يكون فيهم عودة. احنا غادي نمشيو للرقم 3. الرقم 3 اخوتي الا اختينا الا جات رقم 3 راه غيقتل لنا كات 13، كات 13 تحيد، ويبقى لينا عود ما بين 5 و 1 باش ناخذوا لاباس ديالنا. يعني 3 راه كاين والخمسة والواحد راه هما اللي كاينين في الباريتير، فعطين 3 تريز 5 1، يعني عود كاين ما بين 5 1 100%. هي هادي تريز 3 1 5 زايدين 6 و 7 و 9 و 14. اعتقد ال 14 يدخل في البرونوستيك و 9 يدخل في البرونوستيك، بين قوسين غوفيان رقم 16. نقدروا نختاروا الاخوان لي توكار ديالنا العشرة، براف شاينا غادي ب 13، راه عاود في المستوى الخيول ديال فولمر راه واعره. كذلك الناف ستيفان واطيل يركب على الواد دالالون. اغلى عود في لاكورس اختاريناه اعتقد هو الرقم 6 غادي ب 34، طوني بيكون جيفن هيرنو عاود ايرلندي. دونك الاخوان الكورسه تنتمنى تكون تما، تختاروا عود ما بين 5 و 1 في لاباز و 3، يعني 3 5 ولا 3 1 3 غادي يكون. العود الثالث اللي غيكون غيكون ما بين ال 10 او ال 14 باش ناخذوا لاباز، يعني 3 ان 10 او ل 3 ان 14 او ل 3 5 10 او ل 3 5 14. خويا اللي غتبقى مور دوبل اكس راه كاين الاخوان 6 وكاين 9 وربما ميكائيل بارزالونا الخيول ديال شوطاخ. اعتقد كي ربما غادي تكون تما الاخوان. الثروه راه في الجيم، اللي اعتقد الثروه راه خصو يكون في الجيم، يعني اللي لعب اللي دار الثروه اكس ان 5 ويزيد معاهم ديك 10 والناف وال14 جيملي راه يقدر يتخلص في الجيملي. بالنسبه للبرونوستيك ديال الجيني كورس 7 1 5، 9 12 4 16 13، 3 13 راه فيها واحد كما كتشوفوا، واش 3 واش 13. الناس غيهربوا من 3 وغادي يضربهم، يهربوا من 3 وغادي يقدر يضربهم من 3. اتونسيون من 3 الاخوان. هادشي اللي كاين الخوت، خليت لكم الراحه ومع السلامه.